استطاعتنا القيام بها حتى تصبح مدرستنا صديقة للبيئة. أزيد من 370 ألف تلميذ التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بولاية بطنة، منهم 34 ألف بالسنة الأولى ابتدائي، حيث هيئت لهم كل الأمور لاستقبالهم في أحسن الظروف. هذا الدخول اللي تميز باستقرار وتوفر جميع الشروط الضرورية، وذلك كان من خلال التحضير الجيد لهذا الدخول، وعلى هذا الأساس تم توفير جميع الوسائل الضرورية والتجهيزات الضرورية للمدارسنا. واليوم الحمد لله في المدارس هناك وجبة ساخنة، أيضا توفر النقل المدرسي، وأيضا توفر التدفئة. هذا الموسم الدراسي نصبت فيه خلايا على مستوى البلديات والدوائر، مزودة بمدراء تنفيذيين وكذا أطقم من مديرية التربية وأعضاء آخرين، هدفها التكفل بانشغالات التلاميذ وأوليائهم في مختلف المؤسسات التربوية. وأيضا في هذه السنة اتخذنا قرارات جديدة استثنائية، وذلك بتنصيب خلايا على مستوى المحلي، على مستوى البلديات، على مستوى الدوائر، ولا سيما على مستوى الدوائر التي يشرف عليها رئيس الدائرة، فقد زودناها بمديرين تنفيذيين على مستوى الولاية، وأيضا أطقم من مديرية التربية، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، وذلك للتقرب من أولياء التلاميذ وتلاميذ أبنائنا وبناتنا، وأيضا من المواطنين في حالة ما إذا وقع طارئ أو هناك أي نقص على مستوى هذه المؤسسات. وما ميز موسم 2022-2023 هو العودة إلى النظام العادي في الدراسة. يجب